متداولين مرحبا. بداية الأصدقاء رح نتكلم عن البيتكوين وعن عملة عم ترتفع بشكل كبير، وهل ممكن توصل لقمة جديدة واللي هي بارتفاع بيوصل ل 80%. رح نتكلم عن هذا الموضوع بهذا الفيديو. قبل ما نبلش الفيديو ما تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. بداية الأصدقاء رح نتكلم عن بيتكوين. اليوم ظهرت بعض التقارير وخطاب لجيروم باول أدى لارتفاع البيتكوين إلى مناطق ال 62,000 دولار، لكن سرعان ما فقدنا هاي المناطق بعد فشلنا باختراق الترند الهابط اللي كان موجود عندي عند مناطق ال 61,500، ورجعنا عم نتداول اسفل هاي المنطقة، وهذا الشيء سلبي جدا على البيتكوين. وكان عندي صفقة بوزيشن او شورت بوزيشن عند مناطق ال 61,300، كانت فرصة دخول رائعة جدا، مجرد فقدنا لمناطق ال 62,000 دولار. بالوقت الحالي اصدقائي هدفي الاول على البيتكوين هو مناطق 59,000 دولار، وفي حال فقدنا هاي المناطق فهدفي هو مناطق ال 55,000 دولار. منطقة ال 55,000 دولار منطقة واردة جدا في حال فقدنا مناطق ال 59,000 دولار. انا راح ادخل صفقة لونج عند مناطق ال 55,000 دولار، وفي حال كسرنا مناطق ال 59,000 دولار راح افتح صفقة شورت مع ستوب لوز اعادة اختبار الترند الصاعد مرة اخرى. اما بالنسبة للعملة المهمة اللي راح اتكلم عليها اليوم هي عملة التي ار بي. عملة التي ار بي على فريم الون داي بعد نجاحنا بالحفاظ على الدعم على فريم الوندي وهو دعم مناطق ال 45 دولار، وارتدينا منه اكثر من مرة، حاليا عم نواجه الترند الهابط الموجود امامكم على فريم الوندي. هذا الترند الهابط اصدقائي في حال كسرنا هاي المنطقة واغلقنا شمعة اليوم اعلى هاي المنطقة، فبالتأكيد رح نتوجه لارتفاع اكثر من 50% وممكن لامس مناطق ال 105 دولار. لكن في حال اخترقنا هاي المناطق فمناطق 150 دولار واردة جدا، ومن هذه المناطق ممكن افتح صفقات شورت على عملة التي ار بي. مثل ما بنعرف عملة التي ار بي عملة مجنونة جدا ذات عدد قطع قليل، وممكن هالعملة تعمل ارتفاعات مدوية وترجع لمناطق ال 500 دولار في البول ماركت القادم. هنكون وصلنا هاي الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.